السلام عليكم. شرحت لكم قبل كده السماعات هذه اللي هي سودا اللي تكون تقلب وفرات جهتين، تشتغل جهة داخلية وجهة خارجية. طبعا هذا شرحتها قبل كده، الآن سوف أشرح لكم هذه نفس الفئة ونفس الشركة، بس هذه الموديل حقها موديل ثاني مختلف وجهة واحدة فقط. دعونا افتحها لكم واشرحها لكم. طبعا هذه السماعة كما تشاهدون المواصفات هنا مكتوبة فيها، عندنا هنا تدعم بلوتوث، وعندها طيب الشغل عندها من 6 إلى 8 ساعات شغل متواصل. طبعا يعني الاستخدام المتوسط يعني تشتغل يوم كامل وزيادة على حسب استخدام الشخص، يعني اذا كان مدمن العاب، اذا كان مدمن فيديو على حسب، من 6 إلى 8 ساعات تتراوح مع رفع الصوت ومع خفض الصوت. طبعا تركب عليها ذاكرة SD كارد، وايضا فيها مايك للمكالمات ومايك للعاب ايضا. طبعا هنا المواصفات هذه كامل تجينا هنا. البطارية مساحتها 250 أمبير. طبعا الشحن مدة الشحن تكون ساعتين. طيب دعونا نفكها لكم تشوفوا. كما تشاهدون هذا شكل السماعة من الداخل. هذه السماعة ويوجد لديها هنا كيبل شحن فقط، لا يوجد لديها أي حاجة ثانية. طبعا هذه السماعة كما تشاهدون، السماعات هذه فئتها جدا ممتازة، يعني هي مش من الفئة الغالية. الفئة هذه تتراوح مثلا تقريبا هذه سعرها تقريبا 50 ريال، وطبعا جدا قوية وصوتها جدا ممتاز، جودتها والكواليتي اللي فيها جدا ممتاز. شركة سودا هذه معروفة جدا، هذه مش من الفئة الغالية، هذه فئة رخيصة ومتناولة للجميع، ولكنها قوية ما شاء الله وتخدم. وأيضا الكواليتي اللي فيها جدا ممتاز. الحين أنا لما أحطها فوق الرأس كذا تعزلني عن العالم كامل. ما شاء الله تمسك في الرأس، المسكة في الرأس جدا ممتازة وقوية أيضا، ومع مرور الأيام أيضا، لأنه هذه القطعة اللي هنا تكون حديد وتتحمل اي شيء، اي صدمات، اي حاجة. والصوت اللي فيها جودة جدا ممتازة. دعوني اجربها لكم. طبعا تقترن بالبلوتوث في اي جهاز، سواء كان ايفون، سواء كان جالكسي، سواء كان هواوي، اي جهاز. طبعا هنا يوجد لديها مدخل الذاكرة كما تشاهدون، وهنا مدخل الاوكس، وطبعا هنا مدخل الشاحن، مشاحنة من نوع ميكرو. دعوني اشغلها الان. كما تشاهدون اسمها في البلوتوث يجي بنفس الموديل، هذه موديلها CD1007 كذا متصلة. سوف اقوم بتشغيل اي شيء هنا. كما تشاهدون هذا الصوت الطبيعي بدون ما احطها جنب المايك، بدون اي شيء. انا اسمعها من غير ما احطها فوق راسي كذا، هي بصوتها عالي ما شاء الله ممتازة. كما تشاهدون حتى توقف كذا، هاي طريقة توقيفها جدا رائعة وممتازة كما تشاهدون. طبعا هذه القطعة اللي هنا ألمانيوم، نستطيع نحت عليها، نستطيع كتابة اسم، نستطيع الابداع فيها. اسمعكم الصوت. كما تشاهدون أزرار التحكم هذه، نبدأ من الزر الأول الذي هنا في التحت، هذا زر التشغيل وزر الإطفاء، وطبعا بنفس المكان هذا نستطيع التطويل عليه لتشغيل والإطفاء. طبعا الزر الذي فوق هذا هو زر السهم للتحت، زر الداون، نستطيع من خلاله إن إحنا إذا طولنا عليه نخفض الصوت، إذا ضغطنا ضغطة واحدة يقوم يقلب لنا الأغنية التي بعد. طبعا هذا الزر اللي في الوسط وظيفته إنه يرد على المكالمات، ترد على المكالمات من هنا، وتستطيع إيقاف الأغنية من هنا وتشغيلها من هنا. الزر هذا الذي فوق زر رفع الصوت، والضغطة واحدة يقلب الأغنية، وضغطة مطول يرفع الصوت. طبعا كما تشاهدون الآن السماعة مطفية، أقوم بالتشغيل من هنا. الآن اشتغلت القرآن. بعد ذلك هنا ضغطة واحدة يقلب، وضغطتين يقلب أغنيتين.
طبعا هذا الذي تحت نفس الشيء يقلب الذي بعد نكست، هذا النكست وهذا الذي فوق، هذا كما تشاهدون الآن أنا ضغطت هذا الزر، هذا الزر طبعا هو المنيو التشغيل والإيقاف، ونستطيع من خلاله تغييرها إلى رادي أو أوكس أو بلوتوث. يعني ضغطة واحدة كذا يتغير من بلوتوث إلى أوكس إلى رادي، وطبعا هذا الذي يقلب، هذا كذا كما تشاهدون الآن هي بوضع البلوتوث، ضغطة واحدة كذا أقوم بتغيير الأغنية كما تشاهدون، قمت بتغييرها، وهذا برضو كذا واحدة ثانية يغير، وكذا واحدة ثانية يغير، الآن كذا تم التغيير، وهذا الذي في الوسط وظيفته الإيقاف والتشغيل. طبعا السماعة فيها رادي وفيها مدخل أوكس، وجد فيها الخيارات هذه كما تشاهدون، مدخل الذاكرة هنا أول شيء، بعدين هنا الأوكس، بعدين هنا مدخل الشاحن. طبعا الشاحن يستغرق ساعتين لكي تشتحن كامل. طبعا السماعة هذه من الفئة الرخيصة، مش من الفئة الغالية، يعني ما تقارنها بسماعات السوني أو سماعات الهواوي أو بسماعات الايفون، هذه من النوع الرخيص جدا، هذه تقريبا سعرها إذا كانت الهواوي ب750 هذه سعرها 50 ريال، وهذه صوتها وجودتها وجدا ممتازة، عملية جدا، يعني مش من الفئة الرديئة اللي هي رديئة جدا، هذه شركة سولج، شركة جدا معروفة، إذا كنت تحب أن تشتري فلازم أن تجرب هذه الشركة، شركة سودو، هذه يوجد منها فئات كثيرة السودو، وفيها منها موديلات كثيرة من هذا النوع، في النوع الثاني هذا الذي شرحته قبل كذا، هذه الفئة نستطيع استخدامها بجهتين، جهة استخدام داخلي، ونستطيع قلب السماعة في الجهة الثانية لكي تتحول لسبيكر خارجي، طبعا هذه قبل كذا قمت بشرحها، وإذا أردتم سوف أقوم بشرحها مرة ثانية. إذا أعجبكم الفيديو أرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. معكم فواز الوصابي، وإلى اللقاء.